قراءة للتاريخ ضرورية باش نشوفوا في نشوفوا أن واحد المرجع يتكلم إليه باش نعرفوا راسنا باش نشوفوا النجاح كاين النجاح العددي كاين النجاح النوعي. النجاح العددي راه الخوص محمد القباش من نائب البرلماني الواحد يمثل الجهة إلى 13 برلمان 10 ديال النواب 3 مستشارين وهذا حصيلة جد مهمة كما ذكر كنجتمع المكتب السياسي في الصوارع كنا ذاك الساعة كنعملو جولات عند الصور وعندو اللي عقد اجتماعات كانت لقاءات جماهيرية ولقاءات جهوية مع المواطنات والمواطنين وكانت كذلك اجتماعات المكاتب السياسية وفي كل اجتماع المكتب السياسي على مستوى الجهة تقدم المنصب الجهوي التصور ديالو ديال الشجاع بجلسة محمد الحاج وقدم التصور ديال الجهة ديال مراكش الأساسي وفي واحد السياق اللي كان فيه القاسم الفكري لم يتغير بعد وصرح حسين محمد القباش انه هو الاحصاء على 18 مقعد برلماني ولو بعد القاسم الفكري كان بعد 19 نائب برلماني لكن لما تغير القاسم الفكري حصلنا على 10 ديال المقاعد غير الوضع هذا عمل حزبي تنظيمي ديك الساعة ما كانوش وزراء خرجوا معنا من الأكاديمية ديال الموالي كان عندنا اجتهاد حزبي محض كنا نتذكروا داخل الهيئة السياسية التي نسمي فيها كيف نقيم أنفسنا كيف نستمع إلى التطلعات وكيف نبرمجها وكيفاش نخرج من واحد البرنامج ونعملو كيفاش نشوفو في الانتخابات باش يحصل النتائج واضحة للعيان ماذا تغير منذ 28 تنبيه تغير حاصل منذ 28 تنبيه تغير كبير جدا حتى واحد ما كان كيتوقع الدواسين ما كناش كنتوقعو توقعنا ان السوريانيات ما قعدوا برلمان سعيدين تغيرها دار البيضاء في الجوله النهائيه كانت تقديم البرنامج الحزبي ولكن حصلنا على جوج وجوج يعني كانت نسبه الخطا عندي جوج المقاعد زيدا ماشي ناقص بالتالي العمل ديالنا هو عمل علمي ممنهج كنعرفو كيفاش كنشتغلو واش ممكن نستغلو فتحنا النقاش في القاعة باش نسمعو شوية باش نعرفو النقد ديال المجتمع كيفاش ماشي غير نقول لكم ببساطة الأمور ما نتخلفوش خصنا نفرقو ما بين الأمور اللي يتفق هكا بحالنا جوج هو هاد المؤسسات التي تشتغل بشكل منتظم سته منصوبه الكر فهاد النهار هذا كاين ثلاثه الجهات اللي عقدت ثلاثه المؤتمرات كاين مؤتمر المرأة مستوى الجهه ديال الداخله والذهب كاين مؤتمر ديال الشريره او للوقف منتدى ديال الشباب كيهيئوا المنتدى الوطني على مستوى الجهه ديال العيون وكاين مؤتمر جنوبي ديال مراكش نسيت عفوا مراكش كازاك اليوم خواتي الاخوان كان واحد مجهود
يتعب يوصل من قداش معرض تصور جميل جميل نتائج متوقعة 2021 أعتقد كانت 2018 من كانت ليش الذاكرة 2019 ما تقوش في المجموعة الإخوان على المنفى السياسي كانوا ما يديرش ما يوصلش نفس العملية تعرفوا لها السياسة يعني ما خلوش لمجال المؤتمر السياسي باش تطلع رئيس المنتخبين في بوسنة سنة جمهور 2016 كان أول اجتماع المنفى السياسي كانوا اللي أنا جيت ومن ضمن الحزب ومن جيل جمهوري في 2021 شكون اللي معايا شكون اللي ما معاياش خمسة إخوان أعضاء المكتب السياسي اللي كان معنا العلم ما عملناش قالوا لنا ما توصلوش حتى شي معاد علاش؟ من باقي مين؟ مجموعة من الارتسامات ومن الانطلاحات ما يروش في الساحة هذوك الارتسامات والانطلاعات وما يروش في الساحة عندهم منتجين ديالهم دائما كينجو لك الفكرة لكن الواقع ديال المواطن يعني عندهم اتصال يومي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.